أنا اسمي الشيخ عبد التواب، خريج أزهر، وطبعا خريج شريعة وقانون. برضو تابعنا آه طبعا، نهارك أيوه. فل، نهارك فل. بس أنا بدايتي بمعرفة ربنا يسوع، أنا كنت من مرحلة الابتدائي، وكنت طبعا في بيت أهلي في المراحل ديت ابتدائي وإعدادي، فكان طبعا والدي كان شيخ من شيوخ الجامع اللي عندنا، وطبعا والدتي كانت منتقبة، برضو وإخواتي طبعا أصيل كلنا عيلة، طبعا عيلة متدينة. متشددة يعني. المهم تفضل. فكنا طبعا يعني باستمرار رايحين الجامع، جايين من الجامع، وكان ليا في نفس القرية ديت مدرسة بعيد عننا شوية كده هو، فكان ليا أصدقاء ليا مسيحيين في المدرسة، فكنت طبعا لما يعرفوا إن أنا بكلمهم أو إن أنا بذاكر معاهم طبعا كنت بتضرب كتير، لدرجة يعني اليوم اللي أنا بتكلم معاهم فيه أنا ببقى مروح متحضر من والدتي لعلقة سخنة، ده مقابل إن أنا كنت بذاكر معاهم أو إن أنا كنت بتكلم معاهم. واو. وطبعا كان من ناحية تانية كان يعني هي كانت برضه بتحاول بقدر الإمكان إن هي تبعدهم عني أو تبعدني أنا عنهم باقتناع، اللي هو ابعد عن دولت ما تكلمهمش، ده دولت نكسين، ده دولت بقوم في دود، ده دولت ريحتهم وحشة، ده دولت مش زينا احنا عندنا في الجامع، اللي هو يعني هناك في عندهم كانت يعني هي بتفهمني ان حتة الزنا ديت في الكنيسة مباحة، يا فكنت ساتر. طبعا لما كنت برد اقول لها ازاي مباحة، واحنا كان مكتوب آية في القرآن ان بيوت الله في الارض الجوامع وكنائس، ازاي الناس دي تروح تعمل الغلط ده قدام ربنا؟ ازاي انت ايه اللي انت بتتكلمي فيه دوت؟ طبعا كنت بتضرب ان انا برد، انت كمان بترد ليه؟ طبعا مرحله الابتدائي كلها كان عباره عن دراسه وضرب بسبب الموضوع ده، ما فيش حاجه تانية غيرهم. وطبعا نشكر ربنا خلصت ال5 سنين بتوع الابتدائي، ودخلت برضو مرحلة الإعدادي كان نفس المنهج، لأن كان في برضو واحد من أصدقائي دول كان موجود معايا. أصدقائك بس المسيحيين يعني. بس فنشكر ربنا، جيت بقى في مرحلة الثانوي بقى في بدايتها كده اهو، بدأت بقى إن أنا أتعرف بقى على كتب الكتاب المقدس والقرآن، وطبعا كان كل مرة بيتمسك معايا الكتاب دوت، يعني انا لو ممسوك بحته اثار في مطار او مثلا بمخدرات في كمين، لا انت مش هتعملوا معايا الكلام ده، فطبعا كان بيبقى ضرب بقى واهانه، وممكن عادي نتعلق في الجنش بتاع المروحه، انت جبت منين الكتاب ده؟ مين اللي اداهولك؟ انطق، اللي هو انا بعترف في بيت، انا مش مقطوع امن لسه، يعني ليه كده هو؟ بس فخلصت الثانوي بتاعي 3 سنين، كان ثانوي عام، وبعد كده هو نشكر ربنا يعني اللي هو قبل ما خلاص بقى أخش مرحلة الكلية بدأت إن أنا أدور بقى على المسيح بجد خلاص، يعني اللي هو كان دايما بابا يسوع كان بيظهر لي وماما العذراء في انت البيت عندي. سنك كم يا شيخ عبد التواب؟ أنا دلوقتي 31، يعني بدأ يظهر لك مثلا وانت سنك 20 ولا كام؟ يعني كان 24، 25، 24. كنت خلصت الجامعة؟ كنت خلصت، أو كنت غالبا في آخر سنة. في آخر السنة. بس عشان بس أرتب معاك الأحداث، تفضل. فكان بيظهر لي في الفترة ديت، فنشكر الله يعني إن هو يعني جه لغاية عندي.